السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الأخوة الكرام. رحلتنا اليوم لوادي تاع الدارت. الشمس يلاه طالعة دابا والبحر باقي تيخوي، تقريبا 9:30 غيكون خاوي. طيبات هنا مونتي كاملين، كاين اللي فيها الخيط 35، جوج فيهم 35 وجوج فيهم 33، هما أربعة القصباس. بالنسبة للمونتاج هو كامل كوليسون، هادو فيهم جوج، ثلاثة فيهم بلدونات ديال 80 غرام ورقيقة وخريطة، نفس الشيء حتى هادي 80 غرام، هادي تاهي 80 غرام، هادي اللي فيها 70 غرام، هادي لأنها رطبة بزاف، رطبة بزاف هادي، دايرين فيها 70 غرام، هادي بارابوليك هاد القصيبة هادي، دونك غادي نطحنهم إن شاء الله ونلوحهم ضربة وحدة. هادي فيها اللونغ، هادي فيها كحريشة خضراء ديال الودنيت هنايا، هادي فيها اللونغ ديال البلايا، باقي عاد غنجبد اللونغ ديال هنا، هادي فيها يما يما الواد ديال هناني ديال طهطا. قصيبات دابا كاملين مرميين بربعة، اللونغ مقشر واللونغ مقشورو، كعريشة خضرا، ويما هاد الواد. رميناهم وجبدناهم شي ثلاثة د المرات، كنجبد غير الربيع، واقي الربيع نيتها هما هنا، اللي فيها يما هاد الواد تياكلوها هي واللونك، فيها شي حاجة صغيرة ولا شنو. مشرمل من الانواع ديال الطعام اللي غنجربوه اليوم ان شاء الله، نتمنى يعطيو شي نتيجه. هذا من بعد غادي نقدم لكم واحد الفيديو على شنو كنعملوا له. هذا اللونغ ميت محمض، بعد نوري لكم كيفاش كتدخل عليه المحرقه، تدخل عليه الشربو والبهارات الدرعي كاع الحوت اللي كياكل اللونغ راه تياكل حتى هذا. هاد التحنيطة كتحافظ عليه لمدة طويلة بلا ثلاجة، غير الناس اللي كيسافروا وداكشي يقدر يديو معاهم كاع، بالإضافة أنه كيشبر مزيان في السنارة وهو كيبقى واقف كاع، تيولي بحال القومة، كيدخل الما كيفزك شي شوية كيولي تقريبا طبيعي، فيه بعض المنكهات تقدر تشحط بيه بلا ما ديرلو حتى الجبادة كاع، تيشد في السنارة بلا جبادة كاع. على بركة الله شي محرقصة إن شاء الله ولا شي شرق مزعبط. الريح بدا كيجهد، الثانية تا هي فيها السحور، هادي تا هي بواحد المواد اخرى. هذا الصدر ديال الدجاج، الفيلي ديال الدجاج، نقدروا نديروا الفيلي ديال لاداند حتى هو، نقدروا نضربوا به محرق صغار، نقدروا نضربوا الشرغو والدرعي اللوبيرا، وما تجيكمش غريبة لان الصدر ديال الدجاج العلف ديالو مكون اصلا من الطحين ديال الاسماك، الماكلة ديالو
حتى المصارن الدجاج تا هما تيصلحو، نقدروا نزيدوا لهم منكهات، كاين اللي كيزيد لهم الزيت، كاين اللي كيعمر المصارن بالسردين، ولكن تقدر ما تحتاجش هادشي كامل. راه حتى لا شحطي بهم هكاك بوحدهم، راه فيهم نسمه ديال الحوت، لان اصلا العلف ديالهم مكون من دقيق الاسماك. أمريكانة غديدة. خلاص هذا النخار يطحن كل شيء، هذا ما تيوقر زي حاجة. النوع الثالث ديال الطعام البديلة اللي نقدروا نسافروا بها ونقدروا نستعملوها في الأيام العجاف اللي ما تيكونش فيها الطعم، أمريكانة غديدة، هاي أمريكانة ميبسة، حتى هي طعمة جيدة. هاد الخنيشة هادي ها هي كتباع ب30 درهم، كتشوف الدودة تتكون شوية قاصحة، يابسة يعني جافة مرة، ما تحتاج لا ثلاجة لا والو. ملي تبغي طعم بها كترميها في ماء البحر، أو لا تعملها في شي حاجة منكهة، ترطبها وتتشرجي بها، تعمر بها، راه تتخدم مزيان. تقدر تباناشيها مع يما هدا حناش، مع يما هدا الواد، مع كوريانا، مع أي حاجة. هاد الباناشي تا هو باقي ما هضرناش عليه، كندوزو بصفة عرضية في بعض الفيديوهات. الباناشي ديال الطعوم تا هو ان شاء الله نتكلمو عليه في المستقبل. الطعوم تقدر تصلح الناس اللي كيسافروا للمناطق اللي ما فيهاش الطعوم، كيغيبوا مدة طويلة في البحر، ما كيقدروش يديو معاهم الطعوم حية، اما تتموت ليهم بالصهد، اما الشتاء، اما بالبرد، باي حاجه، اما تتريح كتعفن. اذا ممكن اننا نستعملوا هاد الطعوم البديله، والطرق هادو اللي تنهضر لكم عليها راه نقدروا نعملوها حتى مع السردين ان شاء الله. غادي نتكلموا على هذا الموضوع، ما بغيش نسبق الاحداث. وهاد الامريكانا جديده راه طعم جيد جدا، راه يعني فعال قليله كانت باقا حيه. الفيلي ديال صدر الدجاج كلاو، خلونا على الخبر، ديرو شوية شبادة باش يشد، باش يشد، مدرتو شي جهة البلاستيك. هذا الفيلي ديال الدجاج، حتى شي شحطة، ما تجي شي محرقصة ولا شرغو ولا الدرعيتا هو تياكلو البيرة. كربينة صغيرة دبدوبة، تضرب على أمريكا أنا يابسة، شي حفتة صغيرة ماشي كبيرة باينة. Thank you.
الحراك ديال سميتو ديال القصيبات مع شكون اللي داها لي. فرع عينك طار دابا تخلط تعاود الدنيا تزيد. صيبات فيها الشهوات ديالهم فيها ديك الرويفات اللي كيهضروا الراس عندي فيها شي حويسه ما عرف شنو. كان هذيك فيها ذاك اللونغ اللي فيه ذاك السحور وقيلة عامرة بالربيع وفيه شي حوت. هذا هذيك يردوا البر عنده شي شوكة تجرح غنير يالله بدا كيعمر ولكن ما نقدرش نكمل. غادي في ذلك الساك ديال الطيبات مشى ما عرفوش سرقوه ولا الله اعلم شنو وقع له. كان مورايا بعيد مني شي شويه كنت مشحط حدا القصبات ديالي مشى الساك وفيه بعض اللوازم داخل فيه. هادشي اللي عطا الله ما عندنا ما نديرو. المهم جمعوا حويجاتنا ومشيو في حالنا نكتب شيء اليوم نكملوا معكم الفيديو مرة أخرى إن شاء الله. نتمنى على ربي نكملوا التجربة. نتمنى على ربي يكون هذا الفيديو عجبكم. تحية طيبة وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.